ساندويش فرانسيسكو تعتبر ساندويش فرانسيسكو من الأطباق السهلة والسريعة التي تتميز بسهولة تحضيرها واحتوائها على العديد من الأغذية والأطعمة الصحية، نظرا لاحتوائها على الدجاج والخضار بشكل أساسي. وهي تقدم في المطاعم أو تعدد في البيوت كوجبة سريعة وغنية بالعناصر المفيدة. لذلك في هذا المقال سنقدم بعض طرق عمل ساندويش فرانسيسكوين. ساندويش فرانسيسكوين بجبن القشقون المكون 350 غراما من صدور الدجاج، 100 غرام من الفطر المقطع إلى شرائح، 100 غرام من أذرة الحلوة، نصف ملعقة صغيرة من الكاري والملح، 3 ملاعق صغيرة من صلصة الصويا، 100 غرام من جبن القشقون، قطعتان من الخبز، ملعقتان كبيرتان من المايونيز، نصف كوب من الزيت النباتي للقلي. طريقة لتحضير: نقطع صدور الدجاج إلى مجموعة من المكعبات متوسطة الحجم، نضع قطع الدجاج في قدر على النار ونضيف إليه كمية من الماء ونترك المزيج حتى بعد أن يغلي لمدة تصل إلى 4 دقائق فقط. نضع الزيت النباتي في مقلاة على النار ونضيف مكعبات الدجاج ثم الفطر والذرات والكاري والملح وصوص الصويا، ونترك المكونات على النار لمدة 3 دقائق ثم نضيف جبنة القشقون. نقطع الخبز من جهة واحدة وندهنه بالمايونيز ثم نضع خليط الدجاج به ونلف الساندويش. ساندويش فرانسيسكوين بجبن الموزاريلا المكونات مكونات تتبيلة الدجاج. صادر من الدجاج: ملعقة صغيرة من صويا الصوص، كمية من الزيت النباتي حسب الحاجة، ملعقة صغيرة من البهار الأبيض، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون، كمية من الملح حسب الرغبة. مكونات السلطة: القليل من أوراق الخس الطازجة، كمية من الكبيس أو المخلل حسب الرغبة، القليل من أذرة، ملعقة صغيرة من المايونيز، كمية من جبنة الموزاريلا، القليل من حبة البركة. طريقة التحضير: نقطع صدر الدجاج إلى مجموعة من الشرائح الطويلة ورفيعة، ننكه قطع الدجاج بكل من الملح والبهار الأبيض والفلفل الأسود، ونضيف كلا من الزيت النباتي والصويا صوص ونخلط المكونات جيدا. نقلي قطع الدجاج حتى تنضج، مع ضرورة أن يبقى الدجاج أبيض اللون، ونضعه جانبا ثم نرش عليه القليل من حبة البركة ونخلطه جيدا. نضع كمية من الجبنة حسب الرغبة في المقلاة التي قلينا الدجاج فيها مع القليل من الذرة حتى تذوب، ثم نطفئ النار تحتها. نفرم كلا من الخس والكبيس إلى مجموعة من القطع الصغيرة ثم نضع فوقهم الذرة والمايونيز. نسخنا الخبز قليلا، نضع السلطة على الخبز ونوزعها جيدا، ثم نضع فوقها الدجاج ثم الجبنة ونلف الساندويش جيدا.
نروح الخبز ناتج على التوسات حتى يسخن قليلا وتحمص في دجاج فرانسيسكو. تميز هذا الطبق ببساطة مكوناته وطريقة إعداده، كما يمكنك تقديمه بجانب العديد من الأطباق. تعرف هنا على طريقة إعداده.